تقولي إنه أسعار الكهرباء وارتفاعها مش هيحصل لمدة 6 شهور، وده كان قاله سيادة الرئيس أول امبارح في المؤتمر الصحفي في الافتتاح. شايف هنا في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار عالميا البعد الاجتماعي رغم المشاكل ورغم أصل أي حاجة بتسمى عندنا في مصر على طول ما زال موجود كعنوان كبير أمام الدولة وأمام الحكومة المصرية؟ طبعا البعد الاجتماعي يعني رقم واحد في جدول أعمال الدولة المصرية رغم كل ما يحدث لأنه وبالأرقام أو بالمشاريع المنطق بيثبت كده لأن في ناس بتعتقد أن العدل الاجتماعي أن أنا أوقف ناس طوابير أديها فلوس، مش فاهمين أن العدل الاجتماعي أن ثروة بلدهم ترجع لهم على هيئة خدمات ومشروعات. إذا شوفي حضرتك من ساعة ما تولى سيادة الرئيس موضوع الدعم العيني، شوفي الاهتمام اللي وصل بيه دلوقتي على حدود 90 مليار جنيه دعم سلعة. اللي حصل وحضرتك بنفسك شفتي ده على الطبيعة اللي حصل في انتشال يعني مئات الألوف من المصريين في العشوائيات، طبعا حضرتك شفتي بنفسك وتابعتي ده في حد ذاته انجاز يعني ان مصر تنهي على مسألة العشوائيات، ما يبقاش في مواطن عايش في مكان حياته معرضة لخطر. ده يا جماعة موضوع كبير جدا، حياته واخلاقه وطباعه وثقافته وكل حاجة في الانسان ومعرض حياة الاخرين كمان طبعا تنقذه وتنقذ اولاده، الاثر بيمتد للاخرين. صحيح، لما تعمل مبادرات الصحة كلها ودي مبادرات بقى محدش اعلام حتى اعلام الشر يقدر يشوهها لانه رايحه للمواطن يستفاد منها خلاص. يعني انا لما اقول لحضرتك 100 مليون صحه الناس كشفت واتعمل لهم التحاليل وناس خدت الدواء فمهما قال لهم اعلام الشر مش هيأثر. لما مبادره انهاء كشوف الانتظار في قوائم العمليات الجراحيه لغايه نوفمبر الماضي 21 كان 962 الف عمليه جراحيه عمليه منهم 60 قالوا لهم مش خلاص انتم مش عايزين عمليات، العلاج الدوائي هيجيب نتيجه. 902 الف اتعمل لهم عمليات. عايز اقول لحضرتك الشهر ده وصلوا الى 1,187,000 ويعني 504 يعني حاجه كسور صغيره. كل دول برضو اعلام الشر مش هيقدر يعمل معاهم حاجه لان الناس دي تعملها عمليات فعلا وارقام مهوله. يعني لما بتتكلم على 362,000 قسطره قلب ده رقم مخيف لان طبعا. دول كانوا بيتألموا ومحدش بيسال فيهم وبيتألموا وكان بيدفع من جيبه وده حمل على ميزانيته ويحمل الاسره والعيله كلها. طبعا ما هو ده من جيبه من لما نتكلم على نفس الارقام الكبيره دي 352 هم فرق بينهم 10 352,000 عمليه رمض نعرف قد ايه الناس كانت بتعاني عمليه بيضاء وميه زرقاء وحاجات كده. لما نتكلم على 59,000 وكسور عمليات للاسف يعني اورام الناس تعرف قد ايه الالم كان عند الناس والوجع في بيوت واسر وعائلات كتير. نفس الرقم مشابه برضو في حدود 58,000 عمليات عظام وزيهم عمليات قلب مفتوح، يعني في حدود 52,000 عمليه قلب مفتوح في 1,187,000. كل دي كانت تكلفه واعباء على الاسره المصريه اتزالت من اترفعت. صحيح، ده كانك اديتي لهم فلوس نقديه بس بدل راحت لهم بشكل تاني. بالظبط، فدي بقى الحزب اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه انه